يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع: من بعد ما اختارينا الأرض فاش غادي نزرعوا زراعة نواط الشمش اللي هي موضوعنا هاد الأسبوع في هاد النص الأول من ميتنا، وحطناها حسب الحاجيات ديال هاد الزراعة وحسب ما تيطلبوه العروق ديالها، وعطينا لانجري لازم قبل من الزريع. وما فيها بس نتكلموا اليوم على عملية الزريع نفسها. وقبل ما نزرعوا ولا نتكلموا على الزريع، خاصنا نبهوك أخي الفلاح لنا في عدة بلاص تيكون الدود في الأرض اللي تياكل العروق الصغار ديال النباتة. وهذا علاش إلا كان من لازم خاصنا ندليو دواء محبب ولا في شكل غبرة ضد هاد الحشرات ديال الأرض في الخطوط فاش غادي تحط الزريعة. ومن بعد هاد الشي خاصنا نتفكروا أن الحرارة وقت الزريع خاصها تكون في الأرض أكثر من 8 ديال الدرجات من هنا يامات ملي تبدأ تطلع الحرارة شوية، وأن الزريعة ما خاصهاش تغرق بزاف، أي ما خاصهاش تهبط أكثر من 5 سنتيم في الغرق ديال الأرض. مسألة أخرى مهمة هي أن أحسن إنتاج تنوصلوا له هو بعدد 60,000 نوارة على البور في الكتار و 80,000 على السقة في الكتار. لهذا خاصنا نزرعوا تقريبا 75,000 زريعة في البور و 95,000 زريعة في السقة. هاد الزيادة باش نقاوموا ضد الضياع ديال الزريعة اللي ما تتنبتش، أو الزريعة اللي غادي تعطي نباتة ضعيفة وغادي نخفوها ونحيدوها. وباش نوصلوا لهاد النتيجة خاصنا نوصلوا الخطوط متباعدين بيناتهم 60 حتى 70 سنتيم بيناتهم، والزريعات بيناتهم 20 حتى 25 سنتيم في الخط. وإلا كان الزريع بالتراكتور خاص السرعة ما تتعداش 5-6 كيلومتر في الساعة. ملاحظة اليوم: بدينا اليوم كلامنا في موضوع زراعة نواط الشمش على الزرع والمشاكل اللي تابعاه وكيفاش خاص الإنسان يزرع باش يوصل للنتيجة اللي تيتمناها. لكن قبل ما نوصل للزرع أرانا نتكلموا بعدا على الزرع نفسها. ما ننساوش أن دابا في بلادنا دخلوا عدة أنواع وأصناف ديال الزريعة، منهم اللي جاية من إسبانيا، ومنهم اللي جاية من فرنسا، ومنهم اللي من بلدان أخرين أوروبية بالخصوص، ومنهم من جهة أخرى اللي تيصبروا على النشاف والشرقي، ومنهم اللي تيطيحوا الزريعة ديالهم قبل ما تجينا إلى صات الريح سخون ولقاهم بداو يبسوا، ومنهم عاد اللي تيقبطوا فيه الأمراض ديال الخمجية بكل سهولة. وهذا علاش خاص الانسان يختار ويعرف اش يختار على حساب البلاد ديالو والناحيه فاش موجوده والندى اللي تيكون فيها والحراره اللي تتوصل لها في شهر 5 ولا شهر 6 مثلا وقت تبدا الثمن النوارة، وغيرهم من بحال هاد المسائل اللي هما اساس النجاح في هذا زراعه نواط الشمش. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.